الجزيرة الجزيرة الجزيرة. يقول الناس إن للدجال خرجات وخرجات، يعني يظهر ويغيب يظهر ويغيب. مرة رؤية في الجزيرة أيام تميم أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يغيب، ومرة كان في بني إسرائيل. اليوم أطل علينا من الجزيرة كآخر عهده يوم النبي بلسان دجال. قال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. من أين خرج الدجال؟ من الجزيرة. من أين تسمعون الكذب والضلال؟ من الجزيرة. ورب العالمين، ما كان لهم أن يفعلوا في ليبيا ما فعلوا. ليبيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل من سمع مني مقالة امتدحت فيها القذافي أو ظنوا أنني أكرمته أو أكبرته فقد وهموا، وإن كان شيء من هذا فلم أرده ولا أريده. ذهب القذافي إلى ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعنيني نفسي وأن أنصر الله ورسوله. طيب، وما كان لهم أن يفعلوا باليمن ما فعلوا، ولا ما يريدون وراء هذا وهذا. اليوم جاء الدور على سوريا. سوريا كما يقول لنا الشيوخ هذا نظام كفري نصيري علوي، شاب بعض شعارات لحيتي فتعلمت حينها، وهذا صعب على العبد أن يتعلم بعد أن يشيب. تعلمت مصداق كلام النبي أن ذهب الصادقون. النبي قال: خير الناس قرني، يعني جيله، مش المئة سنة، قرنه يعني الجيل الذي حضره، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير الناس الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين. هذول يا أخواننا يعني إلى 150 عام بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا قال النبي؟ قال: ثم يفشو الكذب. يعني قبل 1250 سنة، يعني تابعوا تابع التابعين فشى فيهم الكذب. طب إحنا صديقون، فكل من قال قولا مس دينك في شيء فامتحنه ولو كان أباك. علمتكم قولا علمنا إياه النبي، اسمعوني عظموا الله، يوشك أن يخرج الدجال فيلتبس عليكم ويشتبه عليكم، ويوشك أن ينزل عيسى ابن مريم فاستمسكوا بهذه. قال عليه الصلاة والسلام: والله استمسكوا لا تضلوا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الدجال كان على يمينه ملك وعلى يساره ملك يشبهان نبيين، لو شئت لسميتهما لكم. فيقول الدجال للناس الربيع العربي: أنا ربكم. فيقول الملك الذي على يمينه للدجال: كذبت. فلا يسمعه الناس، كما لا يسمع الناس مقالة من قال الحق والصدق في السنن. فيقول الملك الآخر للملك الأول: إذ كذب الدجال صدقت إنه كاذب. فيسمع الناس الأخير فيسمعون قال الدجال أنا ربكم، ويسمعون الأخير ولم يسمعوا الأول قال الملك صدقت. سمعتوا هالمصيبة؟ سمعتوا هالبلاء؟ طيب ماذا تتعلمون؟ اسمعوا: حين يخرج الأعور إذا رأيتم عن يمينه ملك وعن يساره ملك ومن بين يديه ملك ومن خلفه ملك يشبه كل منهم نبيا من الأنبياء، قال الأربعة مقالة لم يقلها النبي، فلا تصدقوا أحدا منهم. فاهمين؟ فاهمين؟ فاهمين شو قلت يا أخواننا؟ إذا خرج الدجال وكان على يمينه ملك فقال الملك مقالة لم نرها في الكتاب ولا في السنة فلا تصدقوا الملك.
ذهب الملك بما قال الملك للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لم يسمع الناس مقالة الملك، ولن يسمع الناس مقالة من قال عن النبيين، وسيسمعون من قال مقالة الكذب. فاحرصوا على دينكم، لا يقذفن الدجال أحدكم في ناره، يعني في النار بقصد. واضح؟ عظم الله. أرجع إلى سوريا، ليش قلت هذا أخوانا؟ بقول لك إن النظام النصيري والعلوي تبينوا، اسألوا. العجيب أنه في بعض أئمة المساجد في سوريا ممن فروا من سوريا إلى تركيا، لقيهم ناس فسألوهم عما يجري في سوريا وعن مقاتلتهم للنظام السوري، فكان يظن السائلون أن أئمة المساجد سيقولون قاتلناه لأنه كافر نصيري علوي. ما قالوا من هذا شيئا. فلما تقاتلونه؟ قال الظلم والدكتاتورية. يا أخي الكفر أولى. فقالوا لهم طب ليه ما تقولوا أنهم علوي أو نصيري؟ قالوا لا نقول هذا. عجيب. طب مين اللي بيقول هذا الآن أخواننا؟ فضائية من الفضائيات من أخوات الجزيرة بثت، وأنا شاهد على هذا، ويعني وهي موثقة، صور مظاهرات في سوريا. طبعا مظاهرات عارمة، أدينوا رب هذا البيت إياكم يا إخوانا، هذا أعمال الدجال. اسمع المظاهرة شوي. مظاهرة مكتوب تقدر تفحصها، مظاهرة طلابية في كفر روما، مظاهرة طلابية في كفر روما موجودة. طيب نظرت في المظاهرة الطلابية، ورب هذا البيت لعلهم 30 أو 40 طالبا، روضة صف أول يا إخوانا، يلبسون المراهيل. تعرف شو يعني صف أول يا إخوانا؟ يعني 6-7 سنين. فكاتبين مظاهرة طلابية من اللي بحطوها هيك أمام الشاشة هاي في كفر روما، فإذا به صف روضة بستان صف أول 30-40 طالب مظاهرة طلابية. طيب ثم تريدون إنه النظام السوري يقتل هذول الأطفال، ثم تقولوا قتل الأطفال، فدفعوا هؤلاء الأطفال بين يدي الدبابات والراجمة عشان يعني إذا قتلوا ينشرون لهم على الصور. هذه أعمال مسلمين يا أخوان. طيب تنين، أسألكم بالله، مين المستفيد الأول بقلقلة العالم العربي؟ اليهود. بس الشيطان والدجال واليهود والنصارى ومجانين العرب. صحيح يا أخوان؟ مش فاهم أخوان. هاي يعني شو هذا الحال؟ قال بيقول لك إنه هذا النظام هو اللي حامي حدود الجولان، يعني إذا أسقط سيأتي نظام يعلن الجهاد ويمحو إسرائيل. أنا من الآن بقول لك المجلس الوطني للانتقال السوري من الآن هو يعلم أنه لا يستطيع أن يخطو خطوة إلا برضا أمريكا، وسيسابق إلى الموالاة أكثر من النظام السوري. طيب هذا قولنا، حرص على النظام السوري، يعني قوموا ادعموه، قوموا سبحوا بحمده، انصروا على ظلمه، صدقوا بكذبه. لا، انصروا الله ورسوله واحقنوا دماء المسلمين. فإذا أردتم أن يغلب هذا النظام وكل نظام باطل مفسد فأصلحوا أنفسكم واسمعوا وأطيعوا واتقوا الله واتبعوا المرسلين. يعني أقول لأهل سوريا، أهل سوريا الذين في هذا الأتون الآن بين اثنين، إن كانوا خرجوا جهادا وابتغاء مرضات الله فلزمهم اتباع سنة النبي وشرط الله في الجهاد والحرب. صح؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ليس لك أن تخالف. يعني قوم خرجوا للجهاد مثلا لا يصلون ولا يصومون، هذا جهاد.
قوم خرجوا للجهاد يقاتلون مسلمين، هذا جهاد؟ هذا ليس جهاد. فلا يكون الجهاد جهادا إلا لإعلاء كلمة الله، وكيف تعلى كلمة الله إلا بكلمة الله؟ هل تعلي كلمة الله بالضلالة؟ هل تعلي كلمة الله بالعصيان والمخالفة؟ يعني لو أن أحدكم أراد أن يحج بيت الله الحرام، يريد وجه الله بمال حرام، هل له؟ لا. هل له أن يحج بمال حرام؟ هل له أن يطوف خلاف ما طاف النبي؟ أو أن يقدم أو أن يؤخر؟ فلا يقبل الله منه شيئا، صحيح؟ فإذا كان عمل أهل الشام جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، لزمهم سنة النبي في الأولى والآخرة، ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، يعني فيما جاء به النبي، فلا تخالفوا في صغيرة ولا كبيرة. إذا كان آمرهم نبي الله، وإذا كان أميرهم في هذا نبي الله، فليفعلوا. فإن كانوا في هذا، هذا باب. والباب الثاني، إذا خرجوا يريدونه أن يتحرروا كما تحرر أهل ليبيا ممن عليهم، فيعني ينعموا بالحرية والديمقراطية ويتداولوا السلطة، اسمعوني، فلا يعنوني في شيء، فليفعلوا ما يشاءون وليلقوا ما يشاءون، كما يحرصون على الملك يحرص ملكهم على الملك، فمن حرص على الملك فليلقى ما يلاقي من يسعى إلى الملك، واضح؟ من أراد الحرية بطاعة الله يكون العبد حرا، بمعصية الله يكون العبد شيطانا، واضح أخوان؟ هذه الشام من خيرة أرض الله، فإذا عصى الله سلطانهم فلا يعصي أهل الشام ربهم. اصبروا وصابروا ورابطوا، من اليوم بدوا يطالبوا بحماية دولية. شو يعني حماية دولية خان؟ شو يعني؟ طيب السؤال لأهل الشام، يعني بحت أصوات أهل الشام، أطفال الروضة اللي بورجونا إياهم المظاهرات الطلابية واللي بالك فيهم، بحت أصواتهم وهم يطالبوا بالاستعانة بالحلف الصليبي. ليش ما أعانوا من الحلف الصليبي؟ مش الحلف الصليبي في ليبيا قاتل حماية للمدنيين؟ طب اسمعوا يا أهل الشام، أنتم عند الحلف الصليبي لستم بشرا، الحلف الصليبي اللي أنتم بتستعينوا فيه لا يراكم بشرا، مش عنده بسموهم جمعيات حقوق اللي بسموها الدواب؟ لو انه كان يرى ان اهل الشام يستحقون لنصرهم. فيا اهل الشام، لا تستنصروا بمن لا يراكم من الناس ولا يراكم من الآدمين. ما نصر الحلف الصليبي اهل ليبيا لانهم بشر ولا لانهم مدنيون، نصرهم يريد مالهم وترابهم وملكهم. واللي بيقول غير هيك مجنون، كذاب، شيطان، لا يليق أن يكون من الآدمي. يعني هذه فضيحة يا أخي. لا، الحلف الصليبي ما نصر في اليمن ولا نصر في سوريا، ليش يا أخوانا؟ فهي ليست إلا المصالح. فدعوكم من هذه الدعوة الكذابة، أنا أعين أهل الشام، أدلهم على ما ينصرهم، أدلهم على ما ينصرهم، ولا يغلبه أحد. مين أخوانا؟ ولكن له تبارك اسمه شرط، كما أن الحلف الصليبي لا ينصر إلا بشرط، الله أجل وأعلى لا ينصر إلا بشرط. الحلف الصليبي لا ينصر إلا إذا كان معك مال وركعت وسجدت وخضعت له، والذي في السماء لا يعوزه المال ولا يعوزه سلطان، ولا ينصر إلا من خضع وركع وسجد، واضح؟ لمين تركع وتسجد؟ لله. لو أرادوا نصرة ففي القرآن بينة، عظم الله. بنو إسرائيل، تعرفون بني إسرائيل؟ مين أقوى، بشار
نظام السوري ولا فرعون؟ فرعون لا شك معروف. طيب مين كان مستضعف أكثر، أهل الشام ولا بنو إسرائيل؟ بنو إسرائيل عبيد بمعنى الكلمة، قال موسى عبدت بني إسرائيل. طيب ماذا صار؟ اسمع ماذا قال موسى. قال موسى يا قوم استعينوا بالله، هي الآية هيك ولا استعينوا بالناتو؟ استعينوا بمين؟ واصبروا. قديش نصبر؟ قديش نصبر؟ استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة لمين؟ للديمقراطي، والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا، هذا يسمع أهل الشام، ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم، إخوانا العبد له رب، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صار ولا ما صار؟ أهلك الله فرعون ونصر المستضعفين. كيف؟ بالطاعة والصبر. إنه من يتقي ويصبر. بس أنا أقول للشام ولأهل الشام، لا تكذبوا أنفسكم، ما خرجوا يريدون وجه الله، مش هذا هو المطلوب أبدا. إذا خرجت الحج تريد وجه الله، لا تستطيع أن تقف على عرفة إلا بالتاسع، صح؟ ولا تستطيع أن تنفر إلا من إلى بالميقات والشرط والعهد، ولا لا أخوانا؟ ولا تستطيع أن تحلق أو تقصر إلا به شيخ. فإذا خرجت جهادا في الشام فلا يكون إلا بالشرائط نفسها، أو اسرق مالا وحج في تموز أو في أغسطس وازعم أنك تريد وجه الله، واستنصر بالناتو، يحملونك ويطوفون بك، وقول للناس أنك الحاج أبو فلان. أيوة بالضبط، لروما، لما لا يكذبون علينا. إذا كان أهل الشام يريدون نصرة الله، الله خير من الناتو. لا ينصر الله إلا بشرط الله. شو شرط الله أخوانا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اسمع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ألا يكفيكم رب بهذه القوة؟ بهذه ضرب لكم الأمثال. من نصر هودا على عاد؟ الله. عاد قالت من أشد منا قوة. شو يعني النظام السوري ولا غيره؟ إذا اسمع، إذا كنتم حقيقة تقولون مقالة الأنبياء والصديقين. أما إذا والله خرجتم يعني أعجبكم ما في روما وفرنسا ديمقراطية وتونس، يعني لا حاجة لكم بنا ولا حاجة لنا بكم. نصيحتنا للمؤمنين، واضح؟ من نصر هودا على عاد؟ عاد قالت من أشد منا قوة؟ فأرسلنا عليهم ريح. من أهلك ثمود؟ عظموا رب هذا البيت. قال وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. قال في الفرقان بعدما أهلك قوم نوح والذين من بعدهم، قال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. هذا الناتو أم الذي على العرش؟ أقول لك ورب العالمين، ليهلكن الله الحلف الصليبي، وليوطئنكم ديارهم، وليملكنكم نساءهم، ورب هذا البيت، صح ولا لا؟ من يغلب الله أخوانا؟ يعني العبد لا يكذب ربه، إذا كذب ربه هلك. ما تضحك على حالك يا أخوانا. يعني قال الله للنبي لقد كنت للمسلمين لقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه،
يعني لما تزعم زعم تفضح فيه. اصبروا، هذا اللي أنا بقول يا إخواننا لأهل الشام حرصا على دمائهم وليس حرصا على أحد. وإني من هذا البيت المقدس آمر كل ملوك العرب أن يتقوا ربا يأخذ الملوك كما يأخذ النمل والدود. يعني إذا أراد الله أن يهلك نملة كذلك يهلك الملوك، لا يختلف هذا عن هذا ولا لا أخوانا أبدا. ولعله بأخذته للملوك أشد من أخذته لمن دون هذا. فليتقوا الله وليتعظوا بفرعون والملوك الذين سلفوا ولا يظلموا، إن الله حرم الظلم على نفسه. فعلى كل ملوك الأرض أن يعلموا يوما يقومون فيه لله الذي يملك الآن في بلاد الشام ملك أبوه من قبله شيء، فإذا استطاع أن يخرج أباه من القبر فليسأل أباه ماذا لقي أبوه وماذا رأى أبوه فليفعل. ثم أقول لأهل الشام اسألوا من خالف قبلكم رسول الله هل أفلحوا في شيء؟ ما أفلح أحد في شيء من هذا. فعلى الملوك أن يتقوا وعلى من كان دونهم أن يتقي، هذا إذا أرادوا مرضاة الله. واضح يا أخواننا؟ جيد. هل بشار كافر؟ والله إذا بدي أقول الحق بخاف، بخاف أزعل قوم لا يحسنون الصلاة أو لا يحسنون قراءة القرآن، وبخاف أزعل علماء يقبضون الدين دراهم، وأخاف أن أغضب أحزابا وفرق تكتم السنن وتحرفها وتبدل فيها. إذا سكت ابن إبراهيم سكت خشية الناس، قال الناس إن الذي يملك في سوريا نصيري علوي، والنصيريون العلويون كفار، كذلك قال الناس. ثم عاهدت الله ألا أدين إلا بما تبينت به، وليس حقا إلا قول الله وقول رسوله، أما ما عليه كل الناس فبعد البينة. ولو قال كل الناس، أنا وجدت على الشبكات من يكفرني أنا، فإذا لم يتقوا الله فينا أيتقون الله في هؤلاء؟ واللي كفرني لعله أتقى وأصلح ممن كفر بشارا. فلا تصدقوا حتى تمتحنوا، قال عليه الصلاة والسلام يفشو الكذب. فقال الناس إن الذين يملكون في الشام نصيريون علويون، فأليت على نفسي، لأن مقامنا في البيت المقدس ليس كمقام سائر الناس، وعاهدت الله غير ما عاهده الناس أن أنصره ولو ثقل هذا علي، ما أيدني بروح منه. فتبينت وسألت حتى إذا قلت قلت بعلم. فإذا استدلوا بشيء احملوا ما على الشبكات سلوا بها علماء المسلمين. في تسجيل لبشار الأسد وأنا إذا سألت الله أن أكون كأحد أسأله أن أكون كأصحاب النبي والصديقين، ولا أسأله أن أكون كبشار، لا ملكا في الدنيا ولا تولى على قوم لعله ظلمه ولعله أفسد، لا يعنيني هذا. ففي على الشبكات من بيستدل بيقول لك هيا قال، طب ماذا تقولون في هذه؟ أتوه قالوا له إن بعض عمالك ورجالك يقولون إنه لا إله إلا بشار، فمسجل بصوته وصورته يقول من قال هذا فهو كافر،
ومن سجد لصورة بشار فهو كافر. هذا هو اللي بيقول. ثم قال لعلماء المسلمين: أستطيع أن أسجنهم جميعا، ولكن ثم ماذا؟ علموهم الدين. هذا موجود على الشبكة، علموهم الدين. قال لهم: نريد أن نكون كرسول الله، خرج بجيشي ليقاتل أم ليهدي الناس؟ هو بيقول للناس: أنا لا أريد أن أحكم، احملوا هذا. إذا قالوا لك ما هو وما هو، ما أنتم قلتم علينا وقلتم على من هو خير منا. إذا بيقول لك ما تصدقوا يا أخوانا، في من علماء المسلمين من كفر أكابر علماء المسلمين، فلن يتقوا الله لا في بشار ولا في غيره. لا تقولن في دين أحد حتى تتبين بنفسك، أو أسكت. لا تنعقن بنعيق الناس. قال الناس: وكنا نخوض مع الخائضين. تهلك. لا تقل في دين أحد حتى تتبين. النصارى واليهود وغير المسلمين كلهم كفار حتى يثبت العكس، والمسلمون كلهم مسلمون حتى يثبت العكس. كيف يثبت؟ ليس بقول الناس. في هذه الأيام ما قبل خروج الدجال تبين أو اسكت، لن يسألك الله إلا إذا تبينت. تنين، أنا لأن مقامي حقيقة ليس كمقام مسيلمة الذي أطل بقرن الدجال من الجزيرة يكفر هكذا جزافا. إني أخاف الله، عظم الله، فأرسلت حتى أتبين. ورب العالمين، لو علمت عنه كفرا كان أيسر وأيسر لي أن أكفر. بقول بقول الناس، ومين ده يمنعني؟ على جل العلماء بيقولوا بهذا، هذا أيسر لي. شيخ أخوانا، إما أن أقول بعلم أو أمسك. فأرسلنا نتبين، فسألنا، شو ما بيسألوا بيقولوا بيقول العلماء، سألنا بعض العلماء، واللي أجاب مفتي حلب. لا، مفتي حلب هذا من شيوخ السلطان. طيب واللي في الجزيرة من شيوخ من؟ من شيوخ الإخوان. شو الإخوان لهم حزب ولهم غاية ولهم خطة، وهذول لهم غاية، فهذا يفتي لهم وهذا يفتي لهؤلاء. شو اللي خالف شيخ أخواننا؟ تنين، مين المنتفع بفتوى القرضاوي؟ إحنا ولا أمريكا وإسرائيل؟ بالتالي هو منهم، بحسبته بشيك هو يعني هكذا يقيسون الأمور. طيب خلينا نقول، فمفتي حلب قال: هذا أنا، هذا القول ليس قضاء مني، هذا قول لعلماء المسلمين، أنني سمعت مثل هذا القول، ماذا تقولون فيه ببينة؟ يعني لست من الصبيان ولا من الأغرار الذين تنفقون أقوالكم عليهم. إذا قلتم نعم ببينة، وإذا قلتم لا ببينة، عرفناكم وعرفنا بما تكيلون. طيب قال مفتي حلب، قال: سألت بشار، فقال بشار، قال: أنا مسلم سوري، والله لا أعرف عن العلوية شيئا. هذا قوله، هذا قول بشار من نفسه. لعل مفتي حلب قوله ما لم يقل، أو لعله زاد، أو لعله نقص. المطلوب من العلماء الذين أفتوا بالجهاد حرب وبالدماء أن يتبينوا من هذا، ولا لا أخوانا؟ تبينوا، فإن كان عندكم بين بكفره كان كافرا، وإن لم يكن ما كان كافرا، حتى نتبين. أحلت هذا على مكاييلي الذين طففوا الميزان. شيء طيب، ثانيا، إن كان كافرا، ده أفترضك الآن، أقول إنه بشار ليس علويا بل نصرانيا، يعني مش نصيري، نصراني، مش يهودي مجوسي، ليه نخرج عن بكرة أبينا نقاتل؟ هات
متى كان المسلمون بهذا الطيش وهذه الخفة؟ يعني تعرفوا روسيا يا أخوانا في أكثر من الاتحاد السوفيتي في. طيب شيخ المسلمين خلينا احنا بإذن الله الأطراف اللي على سوريا قبائل، أي واحد إمام مسجد يحمل حاله ويطلع على سوريا فيمحو سوريا عن بكرة روسيا آسف عن بكرة أبيها، مش هذا هو، مش هيك. إذا رأينا رجلا كالنبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة يلبس درعا ومغفرة، مش هيك؟ في ممن الذين يدعون إلى هذا بيقول لك لسه مش هذا وقته. طب ليش الآن بتقول لأهل الشام هذا وقته؟ متى تغير الوقت ويسير الوقت الوقت متى؟ فإذا كان النظام السوري حقيقة كافرة لا تستطيع أن تقاتله إلا بالإعداد والإحسان، فإن أعدوا وأحسنوا ووافقوا شرط النبي فلا ينتظروا منا إذنه، صحيح؟ وإن خالفوا وكان داعيهم وآمرهم في هذا النيتو الصليبي ومشايخ الضلالة، أنا أنصحهم لا تفعلوا، يريدون أن يقدموكم على مذابحهم ومسالخهم، لا تفعل، اصبروا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن لم يكن كافرا كذلك لا تهلكوا أنفسكم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، واضح؟ الآن في أحزاب وفرق لها مآرب يدفعونكم في أتونها، فإذا احترقتم بجالهم، يعني زي ما عملوا الإخوان في مصر، الإخوان في مصر أدخلوا العامة والدهماء كلهم عملوا للثورة، مين اللي الآن اللي قطفها؟ هل هم اللي قطفوا هذا؟ كيف؟ بالناس، قال إحنا ما قلناش، ماشي جيد، يعني إذا هذه خطة وكيد فليكن، ولكن عرفنا وعرفناكم من قبل لا تتبعون السنن ولا تتبعون المرسلين. في سؤال غير هذا؟ أيوة أحسنت، وري كثير أخونا بيسأل على الكفر البواحي، لأنه نبي الأميين قال للأميين، هذا حديث عبادة بن الصامت، أخذ النبي عليه الميثاق ألا ينازع الأمر أهله إلا أن يروا كفرا بواحا عندكم فيه من حزب من الأحزاب الإسلامية برهان أو شبهة دليل، قال عندكم من مين؟ من اتحاد علماء المسلمين برهان، عندكم من الله فيه آية بينة دليل، شبه الدليل برهان، اللي بيفهم بالعربي البرهان فوق هذا كله، يعني استعمله الله متى كان يطالبنا بالبرهان؟ إذا ادعينا له الشريك، فإذا دعوتم له شريكا قال لكم هاتوا برهان، بالتالي بتفهم شو يعني برهان يا شيخ، واضح أخوانا؟ فالكفر البواح، يعني إذا كان بشار الأسد لعله قال هذا بيكون حكمه حكم ذو الخويصرة اللي لعله أن يكون يصلي، بس الأحزاب أوعى منكم بكتير، هذول اللي من الضئضئ بيقولوا إنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، شيك يا شيخ جميل، كانوا يقولون زمان انه ابن عباس عالم كبير رضي الله عنه، طب هات نسألكم ولا نسأل ابن عباس فيها، ابن عباس خالفكم، لما كتمتم قول ابن عباس ولم تقولوا للناس ما قال ابن عباس؟ اقول لك آتيكم بمن هو اعلم من ابن عباس، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ولا يدانيه ابن عباس بشيء من العلم، قال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يقطع أعناق كل من كذب، قال عليه الصلاة والسلام لتنقضن عرى الإسلام، هذا الحديث بسند صحيح رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند جيد، سواء يعلم القرضاوي هذا ولا لا يعلم، الحديث لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن انتقاضا الحكم وآخرهن انتقاضا الصلاة، فالنبي فرق بين الحكم والصلاة، فلما قلنا له القاتل قال لا ما أقام الصلاة، طيب والحكم؟ ما هو رايح الحكم، بس هذا يا شيخ يعني صحيح. يعني بدك إيانا نقعد؟ لا، هذا الكلام للمؤمنين،
اخوان هذا الكلام للمؤمنين للأميين. انا ما بقول يعني لمن يعني احتقن وحقن بالضلالة وبالكذب وبالتحريف، هذا للأميين. وراء هذه الأحاديث وراء تحريفها دم ونار. قال عليه الصلاة والسلام، لعلي بهذا أختم، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. واضح إخواننا؟ أفلح من كف يده. إذا كان ما هم عليه حق لوافقتهم البينات كغمام السماء، ولكن ليس معهم وليس لهم، ولا ينصرن الله من ينصره. أسأل رب هذا البيت أن ينصرنا بهذا الدين، وأن ينصر هذا الدين بنا، وأن يعيننا على مقالة الحق وعلى العمل به. رب هذا البيت، عذت بك وبأسمائك الحسنى كلها أن تبقيني لحظة بعد هذا في ضلالة. اللهم إننا تبعنا آية نزلت في كتابك، قلت قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أكره الأمر عند الله أن تجعل له ولدا، ولو شاء أن نعبد له الولد لعبدناه، ولو شاء أن نقاتل كل سلاطين الأرض مسلميهم وكافريهم لقاتلنا، ولكن المشيئة مشيئة الله والقضاء قضاؤه، فمن آمن أفلح ومن خالف هلك. أنصحكم نصيحة أقسم بالله أنها صحيحة. ما هي؟ اسمعوا لله وأطيعوا له، واتقوه واتبعوا المرسلين، وتبينوا من أمركم كله ما كان فيه خطوة بخطوة على أثر النبي فلا تدعوه، وما حاد عن أثره فلا تبقوا فيه. هذه نصيحتي للمسلمين. وكفوا عن دماء بعضكم. قال عليه الصلاة والسلام، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. من أراد أن يميت الظلم فليبدأ بنفسه الظالمة، من أراد أن يصرف الكذابين فليبدأ بلسانه الكذاب، من أراد أن يقيم حق الله فليبدأ بنفسه. لا تعلو كلمة الله إلا بكلمة الله. واضح؟ أترون رجلا توضأ بخمر أو نقض وضوءه فتوضأ ببوله ثم سجد بين يدي الله؟ لا صلاة له ولا قربان له، ولو قضى الليل ساجدا. صحيح؟ واضح؟ ولو أنه توضأ كما توضأ محمد عليه الصلاة والسلام فقام ركعتين أطاع فيها الله ورسوله لقد أكثر في الميزان.